طيب يعني امبارح يا جماعة الصحف البريطانية نشرت فيديو لحادثة طريفة جدا حصلت لعروسين. العروسين دول هما من أمريكا. خلال بقى مراسم جوازهم كان العريس واقف ماسك إيد عروسته كده عادي جدا بكل شياكة وحب وحاجات حلوة. في نفس الوقت كان يعني بيتم تلاوة المراسم الدينية الخاصة بالعقد الجواز، والمعازيم قاعدين وكل حاجة تمام، يعني مفيش أي حاجة، كله في سعادة كده في انتظار بقى إعلان جوازهم رسميا. اللي حصل إن فجأة العريس عمل حركة غريبة جدا. إيمان هتحكي لنا الحركة الغريبة، وقولي لي لو اتحطيتي في الحقيقة أنا الموقف اتفاجئت، يعني. والناس كمان لما شفت الفيديو الناس كمان اتفاجئوا إن العريس مرة واحدة بيضرب العروسة بالقلم، مع إن الدنيا مستقرة ومفيش أي مشكلة خالص. هو الحقيقة بعد كده بقى لما نشوف تطورات، لما نشوف الفيديو، لما نسمع بعد كده الكلام اللي اتكتب عنه، إن هو ما كانش أكيد قاصد يضربها، لكن اللي حصل إنه كان في نحلة بتطير حوالين شعرها، هو كان قلقان خايف لحسن تقرصها، فمجرد ما قربت على وشها حاول إن هو يهشها، لكن إيده جت على وشها، فطبعا هي ضحكت لأن هي أكيد كانت فاهمة هو كان قاصد إيه. تفتكري هو كان قاصد كده بجد؟ هو واضح إن هو بيذبح يعني القطة من أولها يعني. النحلة يعني حوالين شعرها ده بالقلم، إحنا برضه هنسيب الموضوع لما يعني نشوف الفيديو معاكم. بس عايزه اقول لكم ان فعلا العريس والعروسه والمعازيم كلهم قعدوا يضحكوا. الموقف اكيد يعني هو الراجل ما يقصدش، ماشي، الموقف كان طريف جدا. العروسه قبل ما يخلص الفرح بقى كانت نشرت الفيديو على حسابها على اليوتيوب، وكتبت تعليق على الفيديو بتقول فيه ان الضربه البسيطه دي عندها احسن بكتير من لسعه النحله، واكدت ان عريسها ضربها بدافع الحب والخوف عليها. يعني الست برضو طلعت متفهمه، يعني تفهمت الموقف. يعني احنا بصوا نشوف الفيديو معاكم ونحكم، بس ده مش مبرر يا جماعه عشان نبقى بس واضحين. تبقاش ماشي كده مع المدام مراتك او مع خطيبتك ولا قاعدين في مكان تلطشها بالقلم عشان في دبانه مثلا، لا سيب الدبانه يعني. العصفوره واقفه على الشجره فعشان ما تجيش عليكي اامنك. خلينا نشوف الفيديو. Companion and your friend on this journey that we make together. On this journey that we make together. Oh. There was a bee. Okay. Rather have that than get stung.